Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ahlan bikum fi rihab mu'tamar fi Lampung, al-mu'tamar as-sanawi al-alami as-16 fi Madinat Lampung. Inna al-hadaf li hadha al-mu'tamar huwa al-isra' min ad-dirasat al-islamiyah min manzurat mukhtalifah. Sawa'an naraha min manzur syar'i wa qanuni wa aydan min manzur tarikhi, habari, thaqafi wa aydan ilmi. Falizalik hadihi al-mawdu'at takun muhimma jiddan fi kulli addil al-jami'at al-islamiyah hatta takun ladayna dawr fi al-isra' العلمي في الحضارة الإسلامية. وإندونيسيا تتطلع لكي تكون رائدة في الدراسات الإسلامية الحديثة حتى تكون متمشيا مع متطلبات الزمن وأيضا متمشيا مع التغيرات العالمية في الوقت الحاضر. الدراسات الإسلامية في إندونيسيا متطورة جدا وأيضا تتسم التقاء العلوم وبدمج العلوم وأيضا تكامل المعرفة. فلذلك نحن من قبل وزارة الشؤون الدينية دائما كل سنة نعقد هذا المؤتمر الدولي السنوي للدراسات الإسلامية، ليس فقط يضم باحثين من إندونيسيا ولكن أيضا من جميع أنحاء العالم. والآن في محافظة لامبونغ نجري هذا المؤتمر بحضور من أكثر من 1200 باحث وباحثة وأيضا يعني المشاركين بالمؤتمر، وأيضا هناك أبحاث تقدم في جلسات المؤتمر تحت نفقة أو بنفقة وزارة الشؤون الدينية، وأيضا هناك بنفقة الجامعات الإسلامية الحكومية وأيضا الأهلية بإندونيسيا. وأمل أن يكون المؤتمر ناجح ومثمر بإذن الله، وكل هذا في ميزان حسنات المنظمين لهذا المؤتمر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.